انت ايه حكايتك بالظبط بقى؟ 3 ايام لحد دلوقتي كل ما ارجع من بره الاقيكي قاعده لي على الزفت ده. ايه خلاص ما بقاش فيه دم؟ مش قادره تحسي بالمصيبه اللي ورطتينا فيها بسبب المزيكا وهبلك بالمزيكا؟ كلامي مش عاجب حضرتك ولا انا بقوله اتفه منك تردي عليه؟ لا يا ماما، انا اللي اتفه من انك تتعصبي وتوتري نفسك عشاني للدرجه دي. بقول لك ايه، انت تفوقي بقى من الدور اللي انت عايشه فيه ده، عشان انا خلاص ما بقاش عندي طاقه استحمل حد فيكم. ابوكي سارح في الشوارع من ساعه اللي حصل وسايبني اتحرك لوحدي زي ما اكون انا الراجل مش هو، وانت سرحانه مع نفسك ليل نهار وعايشاني في دور الضحيه المقهوره. حتى خالك ماما انت عايزه مني ايه بالظبط؟ حرمتيني من اني اشم الهواء ولو نص ساعه بره الفيلا، منعت عني الكوليدج والجيم والنت والموبايل، حتى اي تليفون اعمله لازم تعرفي لمين وليه وايه لازمته. بس ديكا بقى هي اللي خلاص ناقصه في ابلكيشن الممنوعات. هاو ديريو، انت بتتريقي عليا يا شات؟ سوري يا ماما مش قصدي. انت لازم تعرفي اللي انا بعمله معاكي ده مش عقاب يا هانم، ده بروتكشن ليكي لحد ما بروتكشن من ايه يا ماما؟ من ان اتورط في مشكله تانية تعقد موقفي في القضيه؟ ريحي نفسك يا ماما، انا خلاص قلبي حاسس ومتاكد ان ملهاش حل. هي هاتي اللي ملهاش حل؟ اوعي تتصوري ان انا حاسبه. ماما لو سمحتي انا مش عايزه حد يطمني، مش عايزه حد يضحك على نفسه ولا عليا باي كلام. انا كل ليله بحلم بأدوار حديد وعساكر وحبل مشنقه بيتلف حوالين رقبتي. يا ماما سيبيني اغني، سيبيني احس باي حاجه حلوه تخرجني من الرعب اللي انا عايشه فيه. كتير عليا يا ماما، كتير عليا اعيش يومين قبل ما اتسجن او حتى اموت. هموت ولا اتحرق ولا اروح في 60 داهيه، انت مال اهلك؟ قال سجاير قال. هو ده اللي كان ناقص، حرمه زي دي هتتحكم في المزاج والنفس كمان. الله اكبر الله اكبر، هو ده الكلام اللي يفتح النفس مش فرده البلغه اللي مرميه جوه دي. اموري يا هانم. مساء الخير. مساء الهنا والسعاده. انت البواب؟ ايوه انا البواب، خدامك سعد. وانا شيرين. عاشت الاسامي يا ست شيرين. بقول لك ما عندكش مفروش في العماره دي ولا ايه؟ يا سلام يا خساره، عندي 5 شقق بس ساكنين والمده طويله كمان، لو كنت بدرت شويه بس. لا يا سعد انت كده ما فهمتنيش، انا اقصد ما عندكش حد ساكن سياحي خليجي عزوبيه كده ومحتاج فرفشه حاجه كده يعني. وصلت يا شيري. عموما يعني الطلب بتاعك ده يا قمر انت مش موجود دلوقتي. يا سلام لو كنت طلت عليا من اسبوع واحد بس، كنت عملت معاكي واجب جامد قوي. الله يرحمك يا استاذ فؤاد. ايه بقى جو الاموات ده؟ ما تقلقنيش. بعد الشر عليك يا جميل انت. عموما يعني خدي سيبي لي نمرتك، واول ما الطلب هيبقى جاهز هتصل بيكي هوي. اوكي باي. باي. حياك الله. حياك الله يا حبيبي. ها يا سامي، ايه الاخبار؟ ها ها، طيب كويس قوي. طيب بص يا سامي، خلي شاهين يصحصح معاك وكده ويركز على الاخر، لازم ننفذ في الوقت اللي اتفقنا عليه. ماشي يلا مع السلامه. ها ايه الاخبار؟ ركب معاهم. الله اكبر. جاهز يا مولانا؟ جاهز يا دكتور، سيبها لله. ربنا يستر. تعرف يا سليمان فريد كمارة ده طلع اختراع، يخرب بيت مخك، ايه الدماغ دي؟ هذا ما يصير. كيف تقول شقة فخمة، شقة عظيمة وما فيها جاكوزي ولا امريكانا مطبخ، مطبخ امريكانا. ايش هذا الفتيل حقي؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟
مش مهم الحاجات اللي بتقول عليها دي يا حاج عبد الله، ما انت عارف طلب الشيخ بنفسك، المهم تكون الشقه واسعه وعاليه وخلاص على كده، هو الحكايه. لا تعارضني ولا تجادلني يا اخي سمير، هذه الشقه الحقيره لا تليق بالشيخ ومقامه. ها ليه بس كده يا حاج عبد الله؟ طب وكتاب الله المجيد، انت لو لفيت المهندسين كلاتي ما هتلاقي شقه بالعظمه دي ولا بالسعر اللي هقول لك عليه دلوقتي. ما تتكلم يا اخي سمير، ده انت ابن البلد وعارفني. ده كفايه بس البراندة اللي موجوده ومطلطها عدم المؤاخذه، ده طلة واحده بس منها تشوف الجيزه كلاتي. لا وايه؟ الاسانسير ما بيعطلش ولا جار اي كلام عدم المؤاخذه. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ هو الشيخ اللي جاي دلوقتي ان شاء الله خدنا فلوس قبل كده في مصر عشان يعني لو كان. بقول لك ايه يا عم سعد، ما تجيبش سيره الشيخ على لسانك. بقول لك ايه، ابص ايدك ما تحرقناش واحنا واقفين هنا. يحرقكم يحرقكم ده ايه؟ ايش تقول يا سعد؟ لا ما فيش حاجه حاج عبد الله، احنا كنا بنتكلم في الفلوس. فلوس ايه يا اخ سامي؟ فلوس ايه؟ هذه اشياء بلا قيمه، ما راقب ما راقب هذه الساعه وهذه وهذه العبره يا ازاي بس يا حاج عبد الله؟ ما انت عارف طلب الشيخ بنفسك، ما تزيدش الشقه عن 5000 جنيه. ايه اللي بتقوله ده يا باشمهندس؟ ده كلام بعيد قوي 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 قوي، انا ما اقدرش اسكن الشقه دي باقل من 9 بواكي. ناي خالف ناي خالف اكتب له عقد 3000 واعطيه ما يريد. بس يا سعد الشيخ لا يعرف شيء عن اي شيء. يا شيخ عبد الله ما اقدرش يا شيخ عبد الله، وانا اتجننت عشان اكذب عشان اكذب على الشيخ من ضرب نفسي. جرى ايه يا باشمهندس؟ جرى ايه؟ لا اله الا الله، ده رزق ومتيسر، والكلام بناتنا احنا لوحدينا، ربنا ما يجعلك من قطعين الارزاق. طب وكتاب الله المجيد، انا عامل معاكم واجب كبير قوي في الموضوع ده. ما اقدرش يا اخوانا ما اقدرش، انتوا كده هتودوني في داهيه. جرى ايه يا عم الحاج؟ ما تعرضهاش قوي كده. لا عرضها ولا طولها يا عم سعد. بص انت شوف لنا شقه في حدود ال 5000 جنيه وما يزيدوش مليم. يا نهار اسود ده الشيخ. ايه ايش؟ استر يا رب. اعمل ايه اعمل ايه؟ خبيني خبوني خبوني. شش محدش يفتح في امه، ما تودونيش في داهيه. ايوه يا مولانا، يعني احنا لقينا شقه كده. ايه عايز تكلم الشيخ عبد الله؟ هو بس يعني حاضر حاضر. شفتوا؟ مش قلت لكم هتودوني في داهيه؟ اهو طلب مني ان افتح زفت الميكروفون دي وهنبقى على الهوا. ايوه مولانا، انا واقف في وسطيهم اهو فتحت الميكروفون. انت فاهم لما تنزلني في شقه على حسابك يقوم ده يديك الحق تكذب عليا يا عبد الله؟ لا لا والله يا شيخ سامحني، انا كنت ابغي. ما تبررش يا عبد الله، كده بالذات ما فيهوش اعذار. انا لا طلبت منك جاكوزي وانا ربك مش عارف ايه، انا قلت مكان عالي وبس. وفلوسك اللي انت بتتمنظر بها دي لو فكرت فيها يوم واحد يوم واحد بقدره المولى اعمل زيها 10 مرات. اعلم يا شيخ اعلم اعلم والله. طب اللي واقف قدامك سمسار وله عذره واخد على كده وطول عمره بيوكل مراته واولاده الثلاثه بالكذب والخداع، لكن انت عذرك ايه يا سعد؟ نعم يا مولانا، تحت امرك. خر اللومه اللي بتيجي من الفهلوه وغش الناس يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تقولها دلوقتي طول ولا انك تقولها في جهنم جمره نار؟ مظبوط وكتاب الله المجيد مظبوط يا مولانا. انت خدت مراتك من اشرب بيت في عرب الرمل ومركز وسنا كله، ما تصرفش عليها قرش حرام. واجب عليك تحافظ على اللي خدته وتسلم لربك طاهر ونظيف. لا اله الا الله لا اله الا الله، انا كنت عايز يا مولاني. خلاص يا سعد ما تقولش حال، ال 9000 اللي انت طلبتهم انا هديك عليهم 1000 جنيه زياده وبره العقد كمان، بس تعاهدني الاول. انا مش عايز فلوس وكتاب الله المجيد، انا عايز فلوس، انا كل اللي عايزه يا مولاني. انا عارف اللي انت عايزه يا سعد، بس الاول تعهدني ان كلمه كتاب الله دي ما تجيش على لسانك تاني ابدا الا في الحق والحلال. مش كل ما بتتزني في مصلحه خايبه تحلب بيه. حاضر يا مولاني، وكتاب الله المجيد ما هتحصل تاني. يعني نقول مبروك يا شيخ وموافق على هذه الشقه؟ مش انا اللي اقول اذا كنت موافق ولا لا يا عبد الله، لو جه الإذن هيحصل التيسير. اللي حافظ منكم ياسين يقراها في سره مرتين، واللي مش حافظ
يردد مع سمير الورد اللي هيقوله لحد ما تظهر الإشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر، لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر. صح قوي يا عكاشة، مية مية. يلا بقى عشان تلحق وقتك. ما تقلقش يا دكتور، ده صنف خفيف وهيجي بسرعة إن شاء الله. عكاشة. أيوة. التليفون. معلش معلش. يلا. حاضر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. والنبي يا شيخ سامي أنا مش فاهم الحاجات. والنبي يا حاج عبد الله، حد ينزل العربية لحد ما. لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر. لا إله إلا هو الجوي الجبار. القوي الجبار المتكبر. لا إله إلا هو القوي الجبار المتكبر. القوي الجبار المتكبر. إيه بقى؟ ايه مقفول برضو؟ مشكلة لازم اوصل له دلوقتي، ما ينفعش استنى للصبح. يمكن عنده تحقيق ولا حاجة، هما مش برضو عندهم نبطشات مسائية والكلام ده؟ بس لقيته، هو ده اللي هيوصلنا مفيش غيره. هو مين؟ عماد بيه. ايش فيك يا سعد؟ ليش ما بتفتح؟ انت مش قلت ان صاحب الشقة الحقيرة هذه جاي علشان صاحب الشقة بورسعيد وقدامه ساعتين على الاقل على بال ما بيجي، وبعدين هو لو هو يعني هيدق الجرس ليه؟ ما هو معاه المفتاح. روح روح يا سعد، شوف مين. روح. مين؟ افتح يا سعد. مولانا مولانا مولانا. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.